الذي ذهب مع العالمية لسلطان بن سالم بن عبد الله الطوقي. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير، كما نهني الدكتور راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي واخوانه الكرام، ونهني المضمر عيسى بن سالم الطوقي ابو صالح من قدم العالمية بعد انجاز مهرجان ولي عهد دبي. تاتي ب 12 دقيقة 39 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لابو صالح على هذا الانجاز. ياتي الشوط الثاني فذهب مع ترحيب لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، فأدت أداء جميل وتحديا مثير حيث ظفرت بالتوقيت الأفضل في الفترة الصباحية ب 12 دقيقة 29 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لأيضا سعيد بن منانة ومشكور يا خميس الزرعي. يأتي الشوط الثالث أول أشواط الجعدان فذهب مع شاهين لمبارك بن محمد بن سالمين العامري وأهدى هالي الزاخر وهالي سيح صبرة هذا الفوز الكبير والتحدي المثير. تهانينا لصالح بن سالمين 12-48 وثلاث أجزاء من الثانية لينطلق رابع أشواط هذا اليوم، فكان وضح مع أحمد بن سيل بن مسعود بن غصره العامري مؤكدا هذا الفوز والانتصار ومهدينا أهالي الزاخر هذا الفوز الجميل من خلال هذا الأداء. 12 دقيقة 36 ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. نبدأ بالجولة الثانية من جولات هذا الصباح حيث انطلقت فيه زعفرانة لهادف بن حارب بن مغير الخيلي بعد الأداء والمنافسة حتى الرمق الأخير، وأكدت هذا الفوز والأداء الجميل ب 12-40 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهادف بن حارب بن مغير الخيلي. يأتي الشوط السادس حيث ظفرت فيه الذيبة لأحمد بخليفة بن رشيد السويدي، وأكد عاشق السلالة الشاهينية بأن الأداء جميل والتحدي مثير. 12-34 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. بينما شوطنا السابع ذهب مع القوس ليظهر الشعار الهلالي، وأكد موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى فوز القوس بهذا الأداء وبقيادة سرحان اليحافي. 12-45 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سلام الهلالي سلام. يأتي الشوط الثامن فيعود مرة أخرى عاشق السلالة الشاهينية ليقدم ضاري خليفة بسلطان بن رشيد السويدي مؤكدا هذا الفوز والانتصار حيث قطع مسافة السباق في 12-43 ثلاثة أجزاء من الثانية. سلام لجميرة سلام. شوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة ظفرت في الظفرة حيث فازت لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، وأكدوا أهالي أيضا مدينة زايد هذا الفوز والانتصار. 12-42 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط العاشر حيث فازت فيه أيضا الجذابة، فكان هناك شعار البلوي أكد هذا الفوز والانتصار مؤكدا أداء مميز، وكان أيضا من تبوك الورد القادم من خلال تواجدي أيضا عناد بن مفلح بن حمود البلوي ب 12-42 ثمانية أجزاء من الثانية. شوطنا الحادي عشر ذهب مع متعب لحمد بن محمد بن عامر العمري مؤكدا فوزا وانتصارا في شوطنا الحادي عشر بأداء مميز ودخول مفاجئ في الرمق الأخير من خلال هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس 12-50 ستة أجزاء من الثانية. يأتي شوطنا الثاني عشر ذهب مع ميهاب علي بخلفان بالرفيسة الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وتهانينا الخرفان بالرفيسة الاكتبي أحد الأسماء القوية أحد أيضا الممثلين لميدان الزيد ب 12-44 أربع أجزاء من الثانية. يأتي شوطنا الثالث عشر فذهب مع محمد بن حمد بن حميد رعيق حير الدرعي، وأكد الشاعر هذا الوصول الكبير في تحديات الأصايل وانطلاقة مصانع الجنوب التراثية من خلال هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس على هذا الفوز 12-43 وفاء وتماما وكمالا. الحذرة حيث أيضا عادت مع مصانع أيضا الحذرة عفوا مع خليفة بسلطان بن رشيد، وأكد أيضا فوزا وانتصارا والهاتريك مع بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية وأهدى جميرة وشواطيها هذا الفوز. 12 دقيقة وأيضا 36 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم إلى الختام ختام الفترة الصباحية. شكرا لمخرجنا حسين السيد، شكرا لموسى المندري، شكرا لعبد الله عثمان العمدة أبو محمد في الإنتاج، شكرا أيضا ليوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق.